مسيرة زملائك، الجهاز الفني واللاعبين، الجهاز الفني الجديد بقيادة باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف مع المجموعة من النجوم الموجودة حاليا، انهم قدروا يقلبوا الامور لصالحهم مرة تانية بعد التراجع اللي حصل في رصيد النقاط والعودة للتألق وصدارة المجموعة والفوز على اقوى منافس في المجموعة على ملعبه. شايف الاهلي ازاي حاليا؟ طبعا النادي الاهلي يعني عدى شوط كبير قوي، يعني كان اخر مجموعه وكان في مشاكل وكان في ناس بتقول لك الاهلي مش هيصعد ومشكله ده مش لاعب النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه، بس طول عمر النادي الاهلي معروف بالتحديات. يعني احنا كلعيبه كمان ما تحسش بقيمه اللي بتعمله غير لما يعني زي ما بيقولوا كده بتحط نفسك في مواقف صعبه. يعني لما تحط نفسك في مواقف صعبه انت بتلاقي تخرج منها تعرف بتحس بقيمه روح النادي الاهلي وفانيله النادي الاهلي، فانت بالنسبه لك بتبقى فرحتها احلى. يعني انت كان انا فاكر مباراه الترجي هناك، احنا هنا متعادلين 2-2، رحت هناك في الترجي يعني كانت فرحتها احلى انك انت اتصعدت بعد مجهود وبعد معاناه وبعد، فبتبقى فرحتها احلى. انا شايف ان النادي الاهلي يعني دلوقتي فرحتها احسن ان انت دلوقتي اول المجموعه، تبتدي تركز في الماتشات الجايه برده، تاخدها على محمل الجد وتبتدي تركز في زي ما انت كنت ماشي، يعني بدات تمشي كده مع المدير الفني، طبعا بدات تمشي بخطى كويسه، واتمنى ان هم يكملوا على يستمروا في الاداء ده بحيث ان هم احنا هدفنا السنه دي بطوله افريقيا ان شاء الله. شايف شاء ان الله. قيمه البطوله بالنسبه لكم هتزداد ان شاء الله بعد ما رجعتوا بقوه بعد ما الموقف كان صعب دي حقيقة. احنا السنه اللي فاتت كنا بنفكر فيها قوي، يعني وصلنا للنهائي وما كانش فيه حظوظ قوي او ما كانش فيه نصيب ان احنا ناخدها. السنه دي نبتدي ان شاء الله ناخدها باذن الله، يعني انا شايف ان هي ستيب باي ستيب برضو، يعني ان شاء الله وصلنا للنهائي السنه اللي فاتت، السنه دي ان شاء الله بتاعتنا باذن الله. طيب المنافسه في الدوري، انطلاقه الدوري، الاهلي دايما ارتباطاته كثيره جدا محليا ودوليا، ولاعبي الاهلي بنقول انهم من اللاعبين اللي ما بيلحقوش فعليا ياخدوا راحه بين الموسم. ودي مشكله في الاصابات دي كمان، يعني دي مشكله ثانيه، يعني الاصابات حوار ان الدوري مع بطوله افريقيا مع ماتشات مع كلها ضغط الدوليه من كل بتكون بالظبط ما بتاخدش راحه، فدي مشكله كبيره. يعني بره انت بتقول يعني بره ما بيتصابوش كتير لعده عوامل، انت عندك الاراضي، الملعب اللي بتلعب عليه في مصر لوحده ده كفيل انه يسيب اي حد، يعني الملاعب اللي بتلعب عليها مش مجهزه، يعني انا واحد من الناس بتعب لحد دلوقتي، شايف ان الملاعب اللي بتلعب عليها ماتشات الدوري فيها مش مجهزه، انا نفسي بتعب، يعني انا يعني ما ب يعني يعني تخلي الواحد يلعب وهو متضرر، يعني بتبقى عايز تلعب وتكسب بس انت في نفس الوقت الارض مش مساعداك، يعني بره الارض انت بتشوف عامله ازاي حتى في الكاميرا يعني، فالموضوع بالنسبه لي انا صعب، وغير كده ضغط الماتشات مع الدوري مع الحاجات دي، فدي طبعا بتبقى بتخلي اللعيب بيبقى عليه لود او عليه حمل زياده، فدي بالنسبه لي بتبقى صعبه يعني. طيب المنافسه في الدوري هذا الموسم، المنافس التقليدي دائما ابدا مباريات القمه دايما، والمنافسه بين الاهلي والزمالك، الاسماعيلي فريق له تاريخه دايما في حسابات المنافسه، فريق زي المصري طورت نتائجه بدرجه كبيره وشكل اداؤه الفتره اللي فاتت مع انديه اخرى ظهرت بقدرات تمويليه كبيره وبقى عندها قدره على التعاقد مع عناصر متميزه، شايف ازاي حسابات المنافسه الموسم ده؟ هو البطوله المحببه للنادي الاهلي الدوري ايا كان بقى، تمويلات ماليه ضخمه، تجهيزات، منافسين، طبعا كل ده يساعد ان الدوري يبقى شكله حلو، بس انت في نفس الوقت النادي الاهلي هو النادي الاهلي، هو المنافسه بتاعتك على الدوري ما فيهاش نقاش، يعني ممكن تخسر دوري ده طبيعي، دي سنه الحياه انك تخسر، بس ما تطولش خسارتك او هزيمتك ما بتزودهاش او ما بتاخدش وقت، يعني الحمد لله احنا بناخد كبوه يعني مثلا سنه ما بتحصلش تاني يعني، فانا شايف ان المنافسين طبعا دي حاجه كويسه او حاجه بتبقى الماتشات المشاهد بيستمتع ان هو يتفرج على الماتشات دي او بيبقى فيه منافسه، انا شايف ان هي حاجه حلوه. شايف الدوري هيبقى اصعب من الموسم اللي فات شكل المنافسه فيه، لان الاهلي كان حسم البطوله الموسم الماضي من يعني من بعد الدور الاول بالزبط. تقريبا وبدا بقى الفرق يتسع مع المنافسين بالزبط. كانت محسومه من بدري قوي. انا شايف ان هو يعني النادي الاهلي دلوقتي يعني لازم يركز اكتر من كده في الدوري، احنا برضو يعني احنا كل شغلنا على البطوله الافريقيه زي ما بقول لك، يعني الدوري برضو مهم، بس معروف ان النادي الاهلي بيعرف يلم نفسه بسرعه، يعني يراجع نفسه بسرعه، فان شاء الله نبتدي الدوري المكاسب واحده ورا الثانيه وتبتدي بقى تحدد، يعني نص الدور الاول هيبتدي ابتدي اقول لك مين اللي هياخد الدوري، نص الدور الاول لان هتبقى في مشاكل يعني، او في اخر الدور الاول هتبقى في بقى بنط بتضيع في مثلا فرق مثلا تبتدي تظهر او تتعب، بيبان بالارقام بالزبط. مين الفرق مع بالزبط. الاهلي اللي قادره تمشي تتكمل. وتجمع اكبر عدد بالزبط. من النقاط، وطبعا الزمالك هو دايما اللي بيبقى معانا ودايما بيبقى طبعا لان نادي كبير ونادي ليه طعم المنافسه حتى في
البطوله بتبقى احسن الزمالك دايما، دي بتبقى احسن يعني. انا لما اشوف ان الزمالك ياخد منك كاس او ياخد منك دي فعلا بتبقى حاجه كويسه، لان انت بتبقى حاطط في دماغك ان السوبر لا انا لازم اكسبه، انا خسرت الماتش اللي فات لا لازم اعوض الماتش الجاي. فدي بتبقى ليها طعم كلاعب كوره يعني، الحياه ملهاش طعم طول ما انت بتكسب على طول. انت نازل عامل حسابك انك هتكسب في مباراه السوبر في الامارات وانت بتشاور للجمهور، كنت بتقول لهم ايه؟ عايز تقول للجمهور ايه؟ اللقطه اللي شفناها في التقرير لا، لان يعني كانت الكلام كله ان هو الزمالك بعد السنه دي يعني خد كاس وخد دوري والدوري السنه الجايه والدوري اللي بعديها، الناس كانت بتتكلم بتقول كده، فاللي هو النادي الاهلي عمره ما يسيب الفرصه دي تضيع يعني. هو ده اللي بقوله لك يعني، لو الزمالك خد كاس تبقى انت حاطط في دماغك ان انت لازم تاخد الكاس الجاي، تاخد الدوري الجاي. فهو ده متعه الماتشات، انت بتلعب عشان كده مش بتلعب عشان تكسب طول الوقت. بتحب المنافسه بين انديه القمه والانديه انت شفت الحماس بتاع حسام غالي في المباراه دي يعني حسام غالي كان بيطير في المباراه، تلاقي الالتحامات حتى من لعيبه الزمالك. الزمالك برضو عملوا جيم كويس جدا، كان فيه التحامات كويسه الماتش، كان حتى الناس اللي قاعده في المدرجات يعني انت حابب المباراه بتتفرج ومستمتع، في جون هنا وجون هنا وتخسر شويه وتكسب شويه، ده احنا كلعيبه بنبسط، انا مبسوط انا في الملعب مبسوط، فعشان كده المكسب كان ليه فرحه. على ذكر حسام غالي بما اننا اشرنا اليه في الحوار ده اكتر من مره، شعورك